ما عم بفهم عليك شو قلت؟ سيدي هذا المبشي عم يفتل من خيمة لخيمة ونازل تبشيع بالعالم. العمى لك شو صاير لهم هدول الناس؟ والله ما بعرف يا سيدي، بس هلأ والعمال نحن بدنا نضل واقفين هيك عم نتفرج عليهم. خلاص خلاص، أنا رح بلغ الجهات المختصة وهن بيرجدونا. أنتوا تيسروا. طيب مثل ما بدك. لحظة لحظة، حفظتوا الخريطة والخطة اللي رسمت لكم إياها؟ طبعا لا سيدي. شو هالحكي؟ ليكم مو ناويين تنفذوا الخطة؟ لا يا سيدي، مو قصة مو ناويين ننفذ الخطة، بس أنت مسحتها برجلك أنت وقايم. طبعا، لأنه هي الخطة. لكن بدكم يا هي يسرقوها ويعرفوا شو خطتنا؟ هنا لا، أنت ويا من هون أحسن معها بتلق.